Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الدرس حيكون عن كيف منجاوب على السؤال vo. مثلاً vo bist du؟ يعني أين أنت؟ ولحتى نجاوب على هذا السؤال فعنا أربع أحرف جر دائماً بنستعملهم لما بدنا نجاوب على هذا السؤال، يلي هن in, by, an وأوف. هيدول الأحرف دائماً بنستعملهم ورح نتعرف عليهم اليوم بهيدا الفيديو. Also wir fangen sofort an. أول شي رح نبدأ مع حرف الجر إن. هيدا الحرف عنده ثلاث حالات يلي هن إن، إم، وإن دا. عنا أول شي الإن بنستعملها لما يكون عنا أسماء بدون أي أداة، مثلاً دويتشلاند، ونحن بنعرف إنه كل المدن ما في عندهم أي أداة، ولهذا السبب بنقول ich wohne in Hamburg. وعندنا in، هيدي اختصار ل in dem، مع بعض بنختصرهم بصيروا im، وهيدي بنستعملها مع الأسماء بحالة المذكر أو بحالة المحايد. مثلا في عنا der Keller، منقول ich bin im Keller. أو إذا كان عنا بالمحايد مثلا عنا das Kino، منقول ich bin im Kino. وعنا in der نستعملها لما يكون عنا اسم مؤنث، مثلا die Schule، منقول ich bin in der Schule. وهلأ السؤال المهم، أيمتى بالضبط لازم نستعمل حرف الجر إن؟ نستعمله لما يكون عنا بناية أو غرفة، يعني لما نكون ببناية أو لما نكون بالغرفة جواتها، يعني بالغرفة. مثلا عنا Ich bin im Keller، Ich bin im Haus، Ich bin im Laden. وبنستعمله كمان مع الشتراسن. نحن بنعرف إنه دي شتراسة، يعني الطريق. مثلا منقول Ich bin oder Ich wohne in der Meierstraße. دائما مع الطريق بنستعمل in der. وإن نستعملها مع البلدان ومع المدن. نحن بنعرف إنه معظم البلدان ما في عندهم أي أداة، وأكيد المدن صرنا بنعرف إنه أبداً ما عندهم كلهم أي أداة. وهون في عنا مثال، إذا كان في عنا بلد بدون أي أداة مثل دويتشلاند يعني ألمانيا، بنقول Ich wohne in Deutschland. أما إذا كان في عنا بلد مع أداة، خلينا أول شي نقول مع المذكر، مثلا في عنا der Iran، منقول Ich wohne im Iran. وإذا كان عنا مع المؤنث، مثلا عنا die Schweiz، منقول Ich wohne in der Schweiz. وأكيد هون مثل ما لاحظتوا إنه دائما بس نسأل بفو الجواب حيكون بحالة الداتيف. وأكيد يلي ما شاف درس الداتيف أنا عملته قبل، فإذا حابين رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف، من بعد ما تشوفوا هيدا الفيديو ممكن تروحوا وتشوفوه. وهلأ عنا الخلاصة لحرف الجر إن. هيدا الحرف بنستعمله لما نكون داخل مكان مسكر، مثلا لما نكون بالغرفة، بمبنى، مثلا داخل محطة القطار، بالباص، هيدي أماكن كلها مسكرة ونحن منكون بالداخل. هلأ رح نعمل اختبار مع بعض لحرف الجر إن، ورح يكون عندكم 5 ثواني لحتى تجاوبوا على كل سؤال، وأكيد إذا بتحبوا ممكن توقفوا الفيديو وتجاوبوا على راحتكم. وهلأ رح نبدأ. Thank you.
ننتقل لحرف الجر باي. هيدا الحرف كمان في إله ثلاث حالات يلي هن باي، بايم، باي دير. أول شي عنا باي بنستعمله لوحده مع الأسماء. ليه؟ لأنه الأسماء ما في إلهم أي أداة. مثلا عنا إيش بين باي زاغا، إيش بين باي أحمد. وهون عنا باي بنستعملها مع الأسماء إن كان مذكر أو محايد. مثلا في عنا داش بوت، منقول إيش بين بايم شبوت. ومع المحايد مثلا عنا داس يوغا، إيش بين بايم يوغا. وباي ديا بنستعملها أكيد لما يكون عنا أسماء مؤنسة. مثلا عنا دي أبايت، منقول إيش بين باي ديا أبايت. وهلأ السؤال المهم، أيمتى بنستعمل حرف الجر باي؟ نستعمله مع الأشخاص. مثلاً إيش بين باي ماريا، ونستعمله مع الأنشطة. مثلاً إيش بين باي فتنس. ونستعمله كمان مع الأسماء إن كان اسم شخص أو اسم شركة. مثلاً إيش بين باي إيديكا، أو إيش بين باي أرست. وهلأ صار وقت نعمل تمرين مع حرف الجر باي. إذا جاهزين هلأ صار لازم نبدأ. معكم 5 ثواني لحتى تجاوبوا على كل سؤال. وهلأ رح ننتقل لحرف الجر يلي بعده يلي هو أن. وهون في عنده 3 حالات يلي هن أن، وهيدا الشيء قليل ما يصير إنه يكون لوحده بالجملة، فلهيك رح نركز على أم وعلى أن دير. وأول شيء في عنا أم، هيدي بنستعملها مع المذكر ومع المحايد، وهي اختصار ل أن ديم، فبصير عنا أم. مثلا في عنا ديا فلوك هافن، فمنقول إيش بين أم فلوك هافن. ومع المحايد مثلا عنا داس ميا، إيش بين أم ميا. وعنا أن ديا أكيد بنستعملها مع المؤنث. مثلا عنا دي غرينسة، منقول إيش بين أن ديا غرينسة. وهلأ السؤال المهم، أيمتى بنستعمل حرف الجر أن؟ نستعمله مع كل شيء بيتعلق بالمي، الشاطئ، المطار، محطة القطار، والحدود. ومع المي عندنا مثال إيش بين أم زي، إيش بين أم فلوس. وأكيد في عنا أنهر إلى أسماء، ممكن تكون مذكرة وممكن تكون مؤنثة. مثلا إيش بين أم غاين. وعنا مثال مع المؤنث، مثلا إيش بين أن ديا شبغي. وأن إلنا نستعملها كمان مع محطة القطار أو بالمطار. مثلا إيش بين أم بانهوف، أو إيش بين أم فلوكهافن. ومع الحدود إلنا منقول إيش بين أن ديا غرينسة. وهلأ صار وقت الاختبار مع حرف الجر أن، فهلأ رح نبدأ.
ننتقل لآخر حرف جر عنا يلي هو أوف، وهون في عنده ثلاث حالات يلي هن أوف لوحدة، أوف ديم مع المذكر ومع المحايد، وعنا أوف ديا نستعملها مع المؤنث. وهلأ السؤال المهم، أيمتى بنستعمل حرف الجر أوف؟ نستعمله لما نكون بمكان بدون سقف، وبنستعمله كمان لما نكون على الجبل أو على الدرج، وكمان بتجي دائما لما يكون عنا بلاتس دائما بتجي مع أوف. هلأ رح نشوف كيف. وأول مثال رح يكون عنا هو لما نكون بمكان ما إله سقف، مثلا إيش بين أوف ديا شتغاسة. وتاني شي قلنا إنه دائما بس يكون في عنا بلاتس دائما بتجي مع أوف، مثلا إيش بين أوف ديم شبيل بلاتس، أو إيش بين أوف ديم فوسبال بلاتس. وقلنا بنستعملها لما نكون على الجبل، مثلا إيش بين أوف ديم بيرك. وقلنا بنستعملها لما نكون على الدرج، مثلا إيش بين أوف ديا تريبة. وهلا رح نعمل اختبار مع حرف الجر أوف، وهلا رح نبدأ. وأخيرا في عنا بس مع السؤال بي فو نستعمل تسو بحالة وحدة يلي هي منقول إيش بين تسو هاوزة، يعني أنا بالبيت. وهيدي بنستعملها، يعني بنستعمل هون حرف الجر تسو بس مع هيدي الجملة. وهلأ صار وقت الاختبار الكبير. بهيدا الاختبار رح يكون في كل شي تعلمناه بهيدا الدرس، بس رح يكون الاختبار أنا رح جيب لكم الأسئلة أول شيء، وأنتوا رح توقفوا الفيديو ورح تجيبوا ورقة وقلم وتحاولوا تحلوا كل الاختبار، وبعدين ترجعوا تشغلوا الفيديو وتشوفوا الإجابات الصحيحة. هل حليتوا صح؟ هل لازم ترجعوا تعيدوا الفيديو مرة تانية؟ هيدا الشيء أنتوا رح تشوفوا مستواكم. إذا حليتوا صح معناها أنتوا فهمتوا الدرس كتير منيح، إذا ما حليتوا يعني كان عندكم كم غلط، ارجعوا عيدوا الفيديو وفهموا الدرس كتير منيح. وهلأ رح نبدأ بالاختبار. إذا جبتوا ورقة وقلم وصرتوا جاهزين، هلأ رح نبدأ. وبهيك بكون خلص فيديو اليوم. بتمنى تكونوا حليتوا بالاختبار كتير منيح، وخبروني بالتعليقات كيف حليتوا. وأكيد إذا عجبكم هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وبشوفكم بالفيديو الجاي. تشاو.